في شخص من أغنى أغنياء العالم، وهو بالمرتبة الثالثة من أغنى الرجال اللي موجودين بالعالم. هذا الولد اسمه أورتيغيا. قبل أكثر من 30 سنة انولد أورتيغيا. طبعاً أورتيغيا كان ساكن بإسبانيا، وكانت عيلته من أفقر العيال اللي موجودين بإسبانيا. بيوم من الأيام طلع أورتيغيا مع أمه على مطعم من هالمطاعم. طبعاً ما طلعوا عشان يتغدوا بمطعم أو إنه مثلاً يروح يعزمها على أكل، لا 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 أبداً. كانوا يروحوا على كل المطاعم عشان يلموا في بقايا الأكل من ورا الناس، بس مع الأسف لفوا كل المطاعم وما لقوا فضلات وبقايا من أكل الناس. فطالت الأم شوية فلوس على قولتهم قروش، يعني قليل كتير، عشان تعطيهم للبياع عشان تشتري أكل، بس مع الأسف الفلوس اللي معها ما كانوا يكفوا حق سندويشة واحدة بس. فردها البياع وحكالها ما بدنا نشوفك هون مرة تانية، وطاردها. طلعت برا المحل وكانت دمعتها على خدها. طبعا هذا الحدث كان قدام أورتيغيا اللي عمره 10 سنوات بس. حكى جملة كتير عجيبة وغريبة واخدها تحدي على نفسه. صار يحكي: لن تبكي أمي بعد اليوم ولن تشعر بالجوع أبدا. قرر أورتيغيا أنه يروح ويشتغل ويترك الدراسة بسبب الظروف اللي تحدته. أورتيغيا عمره 10 سنوات بده يروح يشتغل عشان ما يحسس أمه بالجوع. طبعا راح على كل المحلات وما في محل الا ورفضه، بس ما استسلم ابدا. ما رضيوا فيه لانه كان صغير ومش راضين فيه. بيوم من الايام لقى محل ورضوا يفوتوه، محل اواعي ببيع اواعي نسائيه، فقبلوا فيه لانهم كانوا محتاجين موظفين. فصار أورتيغيا مندوب المبيعات بهذا المحل. قعد بالسنين وبالايام وهو يحفر بالصخر عشان يثبت وجوده. أورتيغيا صار عنده خبره انه كيف يعملوا الاواعي وكيف يصنعوها وكيف يصمموها وكيف يبيعوها، فقرر هو واخته وصاحبه انهم يصمموا 10 بلاطين تجربه. يعني عملوا 10 بلاطين ونباعوا، والناس حبت التصاميم كتير كتير. فخاف أورتيغيا انه يعمل كمان بلاطين ويخسر، بس هو كان قد هذا التحدي وكسر مخاوفه وراح عمل 50 بنطلون ونباعوا فتره كتير قصيره. بعد هاي الخطوة وين راح أورتيغيا؟ بطل يعجب المحل اللي عبارة عن 200 متر لأنه بطل يكفي أواعي. كان هذا المحل ببيع أواعي منوعة. الناس هبت على محل أورتيغيا وحبوا كتير التصاميم والخامات اللي بيصنعوا فيها هدول الأواعي. فقرر أورتيغيا أنه يوسع شغله وفتح شركة كتير كبيرة، ووسع محله مش بس بإسبانيا، وسع محله لحتى وصل لكل دول العالم. صار هذا المحل ما يخلق أبداً من الزباين، ودايماً على هذا المحل في أزمة. تعرف شو هو هذا المحل؟ محل زارا صاحبه أورتيغيا، يلي أمه دخلت جوا المطعم بتلم فضلات الناس عشان تاكلهم وطردها برا المطعم، يلي ما كان معه حق سندويشة لحتى ياكلها هو وأمه. ومن هاللحظة بلشت نجاحات أورتيغيا. أورتيغيا طبعا حب يعلمنا درس كتير صغير ودرس كتير بسيط، إنه دائما خطوات النجاح بتبدأ بخطوة واحدة بس، خطوة كتير صغيرة وبسيطة بلش فيها عشان توصل لأعلى مراتب أحلامك. لهيك تغلب على مخاوفك واخطيها.